مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مؤسسة الشهداء تنظم أمسية رمضانية بمشاركة النائب علي العلاق ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وأعضاء مجلس الرعاية في المؤسستين. في مديرية شهداء النجف الأشرف توزيع المنحة العقارية بين عدد من ذوي الشهداء من أبناء المحافظة. خالدة محمد عليوي طالبة أخرى من ذوي الشهداء تنال شهادة الماجستير عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع. في دعوة من رئيس مجلس النواب، رئيسة مؤسسة الشهداء تشارك في احتفالية إطلاق وثيقة شهر رمضان. بدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، شاركت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري في احتفالية إطلاق وثيقة شهر رمضان لعام 1436 من الهجرة للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب. وقالت رئيسة المؤسسة إن الوثيقة التي أطلقتها لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أكدت على الأطر العامة للتعايش والتسامح والسلم المجتمعي، عادة الوثيقة بداية الطريق العملي لتقوية النسيج المجتمعي والاتجاه نحو الحلول السلمية لتسوية الخلافات وعدم استخدام العنف في علاج الإشكالات السياسية والفكرية والمجتمعية. رئيسة مؤسسة الشهداء سيدة ناجحة عبد الأمير الشمري تحضر الاحتفالية التي أقامتها منظمة بدر بمناسبة ذكرى 34 لتأسيسها. شاركت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري في الاحتفالية التي أقامتها منظمة بدر بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسها. الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان 34 عاما مسيرة عطاء، وحضرها رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية السيد نور المالكي وعدد كبير من المسؤولين في الدولة، استذكر الحاضرون فيها المواقف الوطنية لمنظمة بدر ودورها في مقارعة نظام البعث البائد وفي بناء العراق الجديد والمشاركة الفاعلة لأبناء بدر في الدفاع عن العراق ضد عصابات داعش الإرهابية. رئيسة مؤسسة الشهداء ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في المؤسسة وتشدد على ضرورة تجاوز الحلقات الروتينية في التعامل مع حقوق وامتيازات ذوي الشهداء. دعت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري العاملين في المؤسسة ومديريتها إلى تطوير آليات العمل بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء خدمة لذوي الشهداء. وقالت الشمري لدى ترأسها اجتماعا لهيئة الرأي في مؤسسة الشهداء أن الارتقاء بأداء العاملين في المؤسسة لا يتحقق إلا بتجاوز الحلقات الروتينية في التعامل مع ذوي الشهداء من أجل إيصال الحقوق والامتيازات إليهم. هذا وناقشت هيئة الرأي عددا من القضايا الإدارية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. في لقاء الأحد الأسبوعي، رئيسة مؤسسة الشهداء تجدد حرصها على إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي يعاني منها ذوي الشهداء.
أكدت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري عزم المؤسسة صرف جميع استحقاقات ذوي الشهداء فور توفر الأموال اللازمة لذلك. السيدة الشمري وفي لقائها الإسبوعي بذوي الشهداء أشارت إلى أن الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون المؤسسة إلى ذوي الشهداء تتوقف على التخصيصات المالية التي تتسلمها المؤسسة من وزارة المالية، داعية الجهات ذات العلاقة إلى صرف حصة مؤسسة الشهداء من موازنة عام 2015 ليتسنى لها تعويض ذوي الشهداء جزءا من معاناتهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. رئيسة مؤسسة الشهداء تزور عددا من ذوي الشهداء في منازلهم وتطلع على أحوالهم المعيشية وتقف على احتياجاتهم بهدف تلبيتها. قامت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري بجولة ميدانية زارت فيها عددا من ذوي الشهداء في منازلهم للاطلاع على أحوالهم المعيشية والوقوف على احتياجاتهم بغية تلبيتها. السيدة الشمري جددت حرصها على التواصل مع ذوي الشهداء والاستماع للمشكلات التي ما زالت تحول دون حصولهم على الحقوق والامتيازات التي خصهم بهم قانون مؤسسة الشهداء وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، داعية للجهات ذات العلاقة إلى صرف حصة مؤسسة الشهداء من موازنة 2015 كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء. في ندوة ثقافية للاتحاد الإسلامي للطلبة وشباب العراق فرع كركوك، محاضرة لعضو مجلس الرعاية أيوب قاسم بشأن تنمية الوعي لدى الشباب المسلم. بحضور عضو مجلس الرعاية في مؤسسة الشهداء أيوب قاسم، عقد الاتحاد الإسلامي لطلبة وشباب العراق فرع كركوك بالتنسيق مع رابطة ذوي الشهداء في كركوك ندوة ثقافية بعنوان من سيدي شباب أهل الجنة نستلهم معاني التفاني من أجل الإسلام. عضو مجلس الرعاية ألقى محاضرة تناولت المستجدات على الساحتين العراقية والإسلامية ودور الشباب المسلم في التصدي إلى الفكر المنحرف الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية ومن يساندها. في ذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام وتحت الشعار من سيد شباب أهل الجنة نستلهم معاني التفاني من أجل الإسلام، أقام الاتحاد الإسلامي طلبة وشباب العراق وبالتنسيق في كركوك وبالتنسيق مع رابطة ذوي الشهداء في كركوك ندوة شبابية فكرية سياسية للارتقاء بالواقع الثقافي والسياسي والوعي السياسي لدى الشباب، ونوقش خلال هذه الندوة بعض النقاشات والأفكار القرآنية والإسلامية والوضع السياسي بشكل عام في البلد. مديرية شهداء ديالى توزع كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب بين مقاتلي الحج الشعبي والقوات المسلحة في قطاع عمليات ديالى. مشاركة منها في تعزيز صمود مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال والقوات المسلحة الباسلة في تصديهم إلى عصابات داعش الإرهابية، وزعت مديرية شهداء ديالى كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب بين مقاتلي الحشد الشعبي الرابضين على جبهات القتال في قاطع عمليات ديالى. منتسبو المديرية أكدوا أن ما يقدمونه إلى المقاتلين الأبطال يأتي في إطار دعم المديرية إلى مجاهدي الحشد الشعبي والقوات المسلحة الباسلة من أجل إدامة زخم المعركة حتى تحرير آخر شبر من أرض العراق.
بمشاركة مديرية شهداء صلاح الدين أبناء قضاء بلد، يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لصدور فتوى المرجعية الدينية العليا بجهاد الكفاءة وذكرى انطلاق الحج الشعبي. بمشاركة مديرية شهداء صلاح الدين أقام أبناء قضاء بلد احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور فتوى المرجعية الدينية العليا بالجهاد الكفائي وذكرى انطلاق الحشد الشعبي. حضرها عدد كبير من المسؤولين في المدينة وأبطال الحشد الشعبي. المشاركون في الاحتفالية أكدوا أهمية فتوى المرجعية الدينية العليا في حماية العراق أرضا ومقدسات من خطر عصابات داعش الإرهابية ومن تحالف معها، مؤكدين وقوف العراقيين بجميع أطيافهم صفا واحدا في مواجهة إرهاب داعش. يستذكر اليوم أهالي بلد والمجاهدو الحشد الشعبي في هذه المدينة الصابرة، مدينة الشهداء، مدينة الإباء، مدينة الثبات على العقيدة، مدينة الدفاع عن الوطن. يستذكر الذكرى السنوية للفتوى المباركة التي أطلقها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله، هذه الفتوى المباركة التي جاءت لتنقذ العراق من خطر التقسيم الطائفي والقومي، هذا المرض الخطير، السرطان الخطير الذي كاد يريد أن ينتشر في العراق لولا هذه الفتوى المباركة من سماحة آية الله العظمى التي جاءت لتنقذ العراق بكل مسمياته، سنة وشيعة وكردا وعربا وتركمانا وأيزيدين ومسيحيين وكل الطوائف والقوميات. هذا البلد الذي نحن حقيقة نفخر بهذا التنوع الموجود على أرضه، هذا التنوع الذي أعطانا الكرامة والعزة، وكلنا أخوة إن شاء الله، وكلنا قوة وكلنا عزيمة وإرادة على إخراج داعش ومن لف لفه من أرض العراق وتطهير أرض المقدسات وإرجاع إن شاء الله كل شبر اقتصبه داعش بإذن الله وبقوة المجاهدين الأبطال. من منطلق الواجب الديني والواجب الوطني والواجب اللي يفترض أن يكون على كل عراقي أبي، أن يدافع عن كل شبر عن أرض العراق وأن يدافع عن كل بريء من أبناء شعب العراق. ونحن بدأنا برامجنا في دعم الحشد الشعبي ماديا ومعنويا ليس من هذا اليوم، وإنما أبناؤنا من منتسبي مؤسسة الشهداء كثير منهم ذهب لأداء الواجب المقدس في المناطق الساخنة ولبس زيه العسكري وحمل سلاحه، وهناك كثير من التبرعات من المؤسسة وصلت عبر هذه الأشهر التي مضت. نحن معهم أولا تلبية لنداء الوطن، ثانيا لتلبية نداء المرجعية، وثالثا تلبية لنداء الحكومة. أهلا بكم من جديد. في شهر رمضان المبارك وحيث الأجواء المفعمة بالإيمان، نظمت مؤسسة شهداء أمسية رمضانية شارك فيها عضو مجلس النواب السيد علي العلاق ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكبار المسؤولين في المؤسستين لمناقشة آليات توحيد الرؤى في خدمة ضحايا الدكتاتورية. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. نظمت مؤسسة الشهداء أمسية رمضانية حضرها عضو مجلس النواب السيد علي العلاق ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني وعدد من المسؤولين في الدولة وأعضاء مجلس الرعاية في المؤسستين ومنتسبو مؤسسة الشهداء. في أجواء رمضان، شهر رمضان المبارك الروحانية، خلال هذه الأجواء ارتئينا استضافة السيد النائب علي العلاق والسيد رئيس مؤسسة السجناء الدكتور حسين السلطاني هذه الأمسية لتتلاقح مؤسسات العدالة الانتقالية مع مجلس النواب
تتلاقح رؤاهم وأفكارهم، وليكون محطة تواصل مع منتسبي المؤسسة والمسؤولين في هذه المؤسسات المعنية، مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعنى بالنسبة للشهداء بذوي الشهداء، وفي مؤسسة السجناء بالسجناء السياسيين. هاتان المؤسستان توأمان ولدتا بعد سقوط النظام البائد، وهاتان المؤسستان هما في خدمة شرائح مهمة من شرائح أبناء الشعب العراقي، وهذه الشرائح اليوم عبرت في هذه الأمسية بوجود أعضاء مجلس الرعاية والمدراء العامين والموظفين، عبرت عن دعمها للحكومة وعن دعمها لقواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي، والدعاء والتواصل وتبادلت آلية التواصل مع عوائل شهداء الحشد الشعبي، على اعتبار هؤلاء الشهداء هم امتداد لشهدائنا الأبرار الذين قارعوا النظام البائد، وكذلك عوائلهم اليوم في عيوننا وهم مكرمون عندنا، ونبذل قصارى جهدنا لخدمة هذه العوائل والاستمرار في خدمة المضحين من أبناء العراق سواء ما قبل 2003 أو ما بعد 2003. الأمسية كانت فرصة لاستذكار المواقف البطولية التي يسطرها مجاهدو الحشد الشعبي، والانتصارات المتلاحقة التي تحققت بجهودهم باعتبارهم امتدادا طبيعيا للشهداء والسجناء السياسيين ومواقفهم الجهادية في مقارعة نظام البعث البائد. في هذه الأمسية الرمضانية المباركة تشرفنا بالحضور مع إخوتنا وأهلنا وحبتنا في مؤسسة الشهداء، وخصوصا الأخت الفاضلة رئيسة المؤسسة الأستاذة ناجحة الأميري وناجحة الشمر الأميري، وبحضور الأخ العزيز أيضا رئيس مؤسسة السجناء الأستاذ حسين السلطاني دكتور حسين، وبحضور هيئة الرعاية للشهداء وهيئة الرعاية للسجناء، وبحضور عوائل الشهداء الكرام. وعشنا معا لحظات طيبة مباركة استذكرنا فيها بطولات أبنائنا وإخواننا من مقاتلي ومجاهدي الحشد الشعبي، وهم يقارعون الطغيان والإجرام الإرهابي الذي يجتاح العراق والمنطقة. الحمد لله هناك يحققون لنا انتصارات كبيرة، فمن دماء الشهداء الأبرار ومن بطولات وصمود السجناء الكرام نستلهم القوة والعزيمة في مواجهة داعش والإرهاب، ونعيد البسمة إلى عوائل الشهداء والسجناء الأبرار وإلى الأرامل والأيتام، وندعو الله تعالى في هذا الشهر الشريف أن يمن علينا بالوحدة والأخوة والوئام والانسجام لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى إن شاء الله. الظروف التي يمر بها العراق والتحديات المحدقة بالعراقيين تتطلب توحيد مواقف من كان لهم شرف التصدي إلى الدكتاتورية، ليتخذوا مواقف شبيهة بتلك التي وقفوها في مواجهة نظام البعث البائد. فالتاريخ يعيد نفسه، والعدو هو العدو وإن اختلف صوره وأساليبه في معاداة العراقيين. هذه الأمسية كانت في مؤسسة الشهداء برعاية الأخت الفاضلة ناجحة الشمري، وكانت دعوة مباركة للتلاقي والتواصي. ونحن في الحقيقة في شهر رمضان من الضروري أن يتلاقى الشرائح، خصوصا مثل شرائح السجناء وشرائح الشهداء، ونحن في ظل مرحلة بأمس الحاجة لأن تتوحد مواقفنا وتتوحد رؤانا لمواجهة التحدي. لا نبالغ إذا ما قلنا أنه من أصعب التحديات التي يواجهها العراق، ولا شك شريحة السجناء وشريحة الشهداء من الشرائح التي هي معنية في أن تقف صفاً موحداً في مواجهة هذه التحديات، لأن هذه الشرائح كما هي ضحت وعانت ووقفت في تلك الظروف الصعبة لمواجهة ذلك الطغيان، هي الآن معنية ولابد أن تقف موحدة في مواجهة هذا التحدي
الغاشم. تواصل مؤسسة الشهداء مع الجهة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومؤسسات العدالة الانتقالية ممثلة بمؤسسة السجناء السياسيين جزء من جهود هذه الجهات جميعا لتحقيق الأهداف السامية في خدمة ضحايا الدكتاتورية. بالتنسيق مع مديرية الخزينة في المحافظة، وزعت مديرية شهداء النجف الأشرف وجبة جديدة من مبالغ المنحة العقارية بين ذوي الشهداء في المحافظة بواقع 30 مليون دينار لذوي الشهيد الواحد و45 مليونا للعائلة التي قدمت أكثر من شهيد. المزيد في التقرير الآتي. في إطار جهود مديرية شهداء نجف الأشرف التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مستقلة تليق بذوي الشهداء من أبناء المحافظة وتعوضهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد، وزعت المديرية بالتنسيق مع مديرية الخزينة في المحافظة مبالغ المنحة العقارية بين ذوي الشهداء الذين تسلموا قطع الأراضي السكنية عبر المديرية من أجل تشييد منازل خاصة بهم. هذا اليوم توزيع منحة المنحة العقارية لعوائل الشهداء في محافظة النجف الأشرف بجهود حثيثة من مديرية الشهداء النجف الأشرف ومديرية الخزينة في المحافظة، حيث تم توزيع الوجبة الثانية من هذه المنحة العقارية لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم من أجل العراق ومن أجل تراب العراق ومن أجل المذهب ومن أجل المقدسات. وفي الوقت الذي كان للحكومة المحلية في المحافظة دور واضح في دعم مديرية شهداء النجف الأشرف عبر تخصيصها قطع الأراضي السكنية لذوي الشهداء في مركز المحافظة وفي الأقضية والنواحي التابعة لها، حرص المسؤولون في الحكومة المحلية على المشاركة في فعالية توزيع المنحة العقارية وفاء لدماء الشهداء، إكراما لدم الشهداء ولما قدموه للعراق الحبيب ولوطنهم ولمذهبهم ولدينهم الإسلامي وما تعرضوا له من ظلم على يد الدكتاتورية، وإكراما لعوائلهم التي تمزقت وأوذيت في زمن النظام البائد. اليوم نجد أنفسنا ملزمين جميعا وخاصة مؤسسة الشهداء تكرم هؤلاء العوائل تثمينا لجهودهم وتثمينا لمواقفهم، وهذا قليل بحقهم، ولكن هذه جزء من جهود مؤسسة الشهداء التي نباركها جميعا والتي نتمنى لها التوفيق في هذا المضمار. ذوي الشهداء الذين تسلموا مبالغ المنحة العقارية أشادوا بجهود مؤسسة الشهداء ومديرية شهداء النجف الأشرف في توفير السكن المناسب لهم، مثمنين جهود الحكومة المحلية في المحافظة في دعم توجهات المديرية وهي تقدم خدماتها إلى ذوي الشهداء. ما قصرت مؤسسة الشهداء، طونا وجب فلوسنا، من الشكر من الحكومة ومن الشكر المحافظ مسؤول السيد صادق جبار الله يطول عمره، معاون مع المحافظ ما قصروا طول عمرهم، مشكورين، رحم الله والديكم. وتبذل مؤسسة الشهداء ومديريتها جهودا استثنائية من أجل توفير المبالغ اللازمة كي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الشهداء ومنها المنحة العقارية. في قسم علوم الحياة بكلية التربية للعلوم صرفة ابن الهيثم، حصلت الطالبة خالدة محمد علاوي على شهادة الماجستير في علم الحيوان بتقدير امتياز لتسجل اسمها في سجل الطلبة الذين ينالون شهادة عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير.
شهد قسم علوم الحياة في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم مناقشة الطالبة خالدة محمد علاوي عن رسالتها للماجستير الموسومة الوصف الشكلي والتركيب النسجي للبنكرياس في الخفاش الكحلي. وقررت لجنة المناقشة منح الطالبة شهادة الماجستير في علم الحيوان بتقدير امتياز. كانت المناقشة علمية وتناولت جميع الأطراف التي والأوجه والجوانب العلمية التي عملت بها الطالبة، وكانت التأكيد في هذا الموضوع على العينة الحيوانية النادرة التي هي تعاملت معها في هذا البحث، واستخدامها أيضا لمجموعة كبيرة من الأصباغ اللي هي قليلة الاستخدام ونادرة التعامل معها في رسائل الماجستير، ولهذا استحقت الطالبة درجة الامتياز التي أعطيت لها في هذه من قبل هذه اللجنة. وإن شاء الله يعني نحن في كأساتذة وأكاديميين نحاول أن نرتقي بالمستوى العلمي للطلبة الذين يتناولون هكذا بحوث في العراق، يتسنى لنا الوصول إلى مصافي الدول الأخرى إن شاء الله. الباحثة ثمنت الدعم الذي قدمته لها مؤسسة الشهداء عبر مؤازرتها والوقوف إلى جانبها لحين نيلها شهادة الماجستير، مشيرة إلى أن السبب الذي منعها من القبول في الدراسات العليا في حقبة الدكتاتورية وهو إعدام شقيقها هو ذاته الذي أتاح لها اليوم الحصول على الشهادة العليا بمساندة مؤسسة الشهداء. طبعا أشكر المؤسسة على دعمها والمتواصل، وطبعا أنا قبلت لنفس السبب الذي رفضت فيه في السنوات السابقة في الزمن البائد، والآن قبلت لنفس السبب في حاليا في دراسة الماجستير. طبعا وأشكر المؤسسة لدعمها المتواصل واهتمامها بالطلبة، وأتمنى الخير للمؤسسة والتواصل جهودها المتواصلة للطلبة ولشريحة ذوي الشهداء. وتولي مؤسسة الشهداء المتفوقين من ذوي الشهداء دعما غير محدود كي يتمكنوا من الحصول على الشهادات العليا بعد أن ظلوا محرومين من هذا الحق الطبيعي في حقبة الدكتاتورية. مشاهدينا الكرام، وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة حتى نلتقيكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.